اليوم عندك انت عروض، يعني احنا نسمع اذا عندك انت معلومه اكدها، وفيها في عرض من الاتحاد الاهلي الهلال النصر وصلت لاداره نادي الشباب، اي العروض اللي انت وافقت عليه؟ اي العروض اللي انت تبغاه؟ مين النادي اللي تبغى تروح له؟ والله شوف، انا حروح مع النادي اللي بيفيد نادي الشباب اكثر، يعني النادي اللي بيساعد نادي الشباب بيفيد نادي الشباب انا حاكل له بصراحه. هذه انت وقعت؟ وقعت على ايش؟ لاي نادي؟ لا مو صحيح. حتى هاللحظه؟ حتى هاللحظه ما في اتفاق مع اي نادي؟ لا مو صحيح، مو صحيح. النادي اللي بيفيد نادي الشباب هذا هو النادي اللي انا ابغاه.